السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده بتحدد له بس الموضوع اللي انت عايزه، هو يبدأ يكتب لك المقال كامل بالمراجع بالمصادر بكل حاجة. تمام، خلينا نقول له start. ناخد بس الكلمة دي كده كوبي. وهنيجي هنا هقول له اعمل لي بحث عن الاكاديميك ريسيرش، فهو يبدأ بقى ايه يعمل لنا البحث. ده الانبوت بتاعي، ودي الكونتكست بالشكل دوت، وكل حاجة فيها السورس بتاعتها. طيب ممكن نقول له مثلا احنا عايزين ندوس هنا، فيبدأ يفتح لنا المصدر اللي هو جاب منه الحاجة ديت.